يا هلا والله بالاساطير وبفيديو جديد. طبعا يا شباب، بداية عندي جروب لعبة بروجكت ايفو الاصلي. طبعا لعبة بروجكت ايفو اللي ما يعرفها هي لعبة سيرفايفر جديدة راح تنزل بهذا الجروب، راح يتم نشر جميع واحدث التطويرات عن هاي اللعبة. الرابط موجود بعنوان وصف الفيديو باول تعليق مثبت. طبعا حاليا مثل ما احنا عم نشوف هي اللعبة بالصحراء، يعني نوعا ما عم يعطونا نظرة عن الجرافيكس. فبداية الجرافيكس مبين رهيب، فمثل ما عم نشوفه حاليا احنا بالصحراء، وهيك بيكون الأدغال والغابات، ويعني عند الأنهار هيك بتكون بالضبط. صراحة الجرافيكس يعني مبين عليه كتير جبار، وهاي يعني كيف اللاعب عم تسمعوا من هالحكي، ونوعا ما نظرة عن شكل البيوت، وهاي الماعز الحلوة كمان. طبعا هاي حيوانات احنا نقدر نقتلهم او نستفاد من لحمهم، وهون كمان الاشجار ما بدنا نحكي فيها. عندك هون كمان النيران كيف تكون، وشوفوا شكل الارض كيف يكون، ويعني هي هاي نظرة كاملة تقريبا عن الجرافيكس. فمثل ما انتم عم تشوفوا صراحة شي جبار مبين عليه. وهون تيعطونا يعني نظرة عن القتال بهاي اللعبة او كيف يكون، او نبرة بسيطة. فمثل ما عم تشوفوا هيك بيكون الشكل من فوق، ومن الجوانب كمان اشكال البيوت واشكال الزومبي. فهيك مثل ما عم تشوفوا عندنا هون ما بعرف مطعم، شو اللي عرفني، بيت يشبه بوبجي تقريبا، والله ما بعرف. وهذاك اللاعب الاكبر لا تقول معوق الناس حبيبي، والله شمطه وحدة، لا تقول جابوا هيد شوت. ايوه، وهون كمان البيوت هيك بتكون نظرة خفيفة عن البي بي بي اكبر قنبلة حبيبي والله.